دكتور مجدي دقيقة واحدة هنبدأ ريكورد. دقيقة واحدة أشاور لحضرتك. نبدأ دلوقتي. تمام. برحب بالأستاذ الدكتور سيد أنديس معالي الوزير رئيس جامعة حلوان تشريف لينا بالسيارة الإلكترونية اللي بيقوم بها كلية العلوم لمعدل سير المنظمة الأوروبية للطاقة النووية. اوكي طيب احنا ممكن نحب احنا كمان نحب احنا كمان نرحب بالدكتور السيد أنديل رئيس جامعة حلوان بتشريفه بالحضور النهاردة والسادة وكلاء، ونحب نرحب بدكتور عماد أستاذنا عميد الكلية والسادة الوكلاء وبالأخص دكتور مجدي الحجري وكيل الكلية للدراسات اللي ساعد وأبذل معنا مجهود كبير في تحضير الإيفنت أو الفيرجوال فيزيت دي، وأحب أرحب برئيس القسم دكتور مدحت وكل أساتذتي ودكاترتي في القسم، طبعا بحب أرحب بزمايلي وكل الطلبة اللي موجودين. طبعا بالنسبة لي الزيارة دي غير أي زيارة، الزيارة دي لها طابع خاص غير أي زيارة عملناها لأي دولة تانية. أنا النهاردة في جامعتي في وسط القسم في وسط زمايلي، أتمنى يا رب إن الزيارة تكون كويسة ونقدر نستفاد ونقدر نوصل معلومة إحنا بنعمل إيه لأساتذتنا، ونحب نوصل معلومة كمان لطلبة إخواتنا. وخلال الزيارة أي حد حابب يسأل أي حاجة ممكن ياخد الميكروفون ويسأل، حابب ان هو يشوف او يستريس على حاجة معينة احنا بنشرحها خلال الزيارة يحب يقول. طبعا انا بدأت في الكلام ونسينا نعرف نفسنا، انا دكتورة ريهام مدرس بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة حلوان، وانا باحث بتجربة السي ام اس بالمركز الاوروبي للعلوم النووية سيرن، وباحث في الاي ان اف ان ايطاليا اللي هو المعهد الوطني للفيزياء النووية في ايطاليا. هكون معاكم إن شاء الله خلال الزيارة في الجزء اللي هو تحت الأرض، ومعايا زميلي محمد هو يعرف عن نفسه. أنا محمد عبد الله مدرس مساعد في كلية العلوم جامعة الفيوم مصر، وباحث مساعد هنا في تجربة سي ام اس برضه مع الدكتور ريهام. وطبعا وجودي النهارده أنا بتشرف بحضوركم، وبتشرف إن أنا بعرض مع الدكتور ريهام أختي وزميلتي هنا البرزنتيشن بتاع النهارده والفيرتشوال فيزيت بتاع النهارده. شكرا يا محمد. قبل بس ما نبدا ننزل تحت التجربه هندي سلايدز صغيره مقدمه صغيره عن التجربه بتاعتنا. احنا دلوقتي في تجربه السي ام اس، هنكون معاكم في خلال فيرجوال فيزيت للتجربه. نحب نقول بس التجربه بتاعتنا اللي هي هنا تجربة. بس ممكن دكتور سنديل بس رئيس الجامعه يقول كلمه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. معنا الوحيدين أنا برحب بكل الإكرام وأبناء الطلبة وأطفال الكلية، بشكرهم على المجهود الكبير ده. أنا بستمتع جدا بالجلسات الفنية لأن هو ده المستقبل بتاعنا، ودي لازم نهتم بيها. لو الجامعة اهتمت بعلمها يبقى عندنا مشكلة، وإحنا الحمد لله إحنا بنهتم بعلمنا جدا. برحب بيك يا دكتور، ربنا يحفظك ويكرمك ان شاء الله، ونسمع دايما عن كل الاخبار الجميله وتنفعنا والبيوت بتاعت تقدم الجامعه والكليه والبلد ان شاء الله. وبرحب بمحمد جامعه الفيوم، ربنا يحفظكم ان شاء الله وكلنا معاكم، واي دعم احنا تحت امرك سواء من جامعه الفيوم يا محمد او من جامعه الفيوم. ده شرف لينا يا دكتور. شرف لينا يا دكتور ان حضرتك معانا النهارده، وشرف لينا ان احنا نكون في وسطكم، وان احنا نسمع ان دايما في دعم معانا وان انتوا دايما معانا. لا في دعم جدا، وان انتوا عايزينه في اي مكان تحت امركم في اي وقت وفي اي حاجه. شكرا دكتور. شكرا لحضرتك. تسلم يا دكتور. شكرا.
ماشي، شكرا يا دكتور. طيب انا هحب اعرض كام سلايد في الاول اوضح احنا فين والهدف من التجربه ايه. طبعا مش كل حاجه عن التجربه، هندي نبذه صغيره. احب اقول الاول احنا في تجربه السي ام اس اللي موجوده هنا قدامنا على الخريطه. تجربه السي ام اس موجوده على مصادم الهدروني الكبير اللي هو موجود على محيط 27 كيلومتر اللي بيمثله الدايره الصفراء اللي احنا شايفينها دي. المصادم بيقع على الحدود ما بين سويسرا وفرنسا. نقدر نشوف هنا فوق دي جبال الألب الشهيرة سويسرا وبحيرة جنيف، وهنا ده الجزء الفرنسي. على اللارج هادرون كولايدر أو المصادم الكبير فيه عندي أربع تجارب كبار: سي ام اس، ال اتش سي بي، أطلس وأليس. احنا النهاردة إن شاء الله هنزور تجربة السي ام اس. أحب أقول كمان إن تجربة الـ CMS من أكبر التجارب اللي موجودة على المصادم الهدروني الكبير، فيها أكتر من 5000 باحث ومهندس وتكنيشن وطلبة بتشارك فيها، حوالي 241 جامعة أو انستيتيوت من تقريباً حوالي 54 دولة. فتجربة كبيرة بالحجم الكبير اللي احنا هنشوفه دلوقتي. التجربة أو المصادم الهدروني الكبير اللي احنا شايفينه دون، كل ده موجود تحت الأرض على مسافة تقريباً 100 متر، ما بين 50 ل 150 متر طبعاً على حسب الطبيعة الجغرافية للمكان، فنقدر نقول على عمق تقريباً 100 متر. الحياة على السطح طبيعية تماماً، ما فيش أي حاجة، وكل اللي احنا شايفينه من التجارب أو المصادم أو الحلقة الكبيرة بتاعت المصادم دي موجودة على بعد 100 متر تحت الأرض. طيب احنا هنزور زي ما قلت تجربة الـ CMS اللي احنا كدولة كمصر مشتركين في التجربة. طيب الهدف من التجربة ايه؟ تجربة بالحجم الكبير او كل التجارب اللي موجودة دي، الهدف منها او احنا عايزين نوصل لايه؟ طيب اول حاجة خلينا كده نرجع بالزمن لورا، مش هنقول 10 سنين ولا 40 سنة، لا احنا هنرجع 14 بليون سنة. هنرجع بالزمن تقريبا 14 بليون سنة، واللي هو بنفترض او النظرية البيج بانج اللي بتقول ان ده عمر الكون. طيب احنا عايزين نعرف الكون نشأ ازاي وتكون ازاي. الكون بدأ من انفجار عظيم، كان عندنا نقطة صغيرة، كتلة صغيرة اللي كانت قد حبة البسلة. النقطة دي كانت في بداية الكون، نتيجة بقى الكثافة العالية والضغط والحرارة العالية الحبة دي انفجرت، وهي بتنفجر ابتدت تخرج منها جسيمات مختلفة. الجسيمات دي مع مرور الزمن مع قلة درجة الحرارة ابتدت تسبريد وتمشي في الفضاء، ابتدت تكون لي الكون اللي احنا موجودين فيه. فلو تخيلنا من الرسمة دي، ده بداية الكون عند زيرو سكند، ابتدت الجسيمات، حصل الانفجار العظيم طبعا نظرية البيج بانج، ابتدت الجسيمات عندي تخرج من الانفجار، وكل مدى واحنا بنتحرك الجسيمات دي بتتكون مع بعضها. يعني في الأول كان عندي جسيمات صغيرة جدا اللي هي المكونات بتاعة البروتونات والنيترونات، الجسيمات دي اتجمعت مع بعضها كونت لي بروتونات ونيترونات، وخلينا نفتكر في دماغنا البروتونات لأن احنا هنستخدمها كل طول التجربة. بعد كده اتجمعوا وابتدوا يكونوا لي الأنوية، بعد كده ابتدت تتكون الاتوم، وطول ما احنا ماشيين ابتدت تتكون المجرات والكون اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. يبقى الهدف ان انا عايزه اعرف ايه اللي حصل في بدايه الكون، اتكون ازاي الكون بتاعي طول ال 14 بليون سنه. يبقى احنا بدانا من الزيرو سكند لل 14 بليون سكند. طيب الكون اللي احنا شايفينه كله دون اللي قدامنا، احنا كل اللي احنا شايفينه من مجرات وكواكب وشمس ونجوم وكل حاجه بيمثل لي 5%، دي الماده اللي احنا شايفينها. بالنسبة الباقي عندي 27% دارك ماتر، مادة مظلمة أنا مش شايفاها، معرفش طبيعتها إيه، بس بحس بتأثيرها، فإحنا عارفين إن المادة موجودة، و68% دارك إنرجي. يبقى إحنا كل اللي إحنا شايفينه 5% والباقي كله مجهول معرفش عنه حاجة. هدف من أهداف التجربة غير إن إحنا نعرف عمر الكون والكون يتكون إزاي وإيه كانت المكونات بتاعته، إيه هي طبيعة المادة المظلمة؟ المادة دي موجودة حوالينا ليها تصرف إحنا بنشوفه، بس إحنا مش قادرين نعرف طبيعتها بتتكون من إيه. زي ما نكون كلنا عايشين عندنا فيلا وعايشين كلنا في أوضة واحدة ومش عارفين بقية الأوضة، تخيل لو عرفنا ممكن نعمل بيها إيه؟ في حد ممكن يجي دلوقتي في دماغه، طب ايه الهدف؟ يعني انت عايزين نعرف طبيعه الماده المظلمه بدايه الكون هنستفاد ايه؟ اللي انا عايز اقوله زي ان تخيل علم الضوء. علم الضوء بدا من اكتشاف جسيم الفوتون. الجسيم ده اول ما اكتشفناه اتبنى عليه علم الضوء وعلم الليزر. تخيل الليزر دلوقتي احنا بنستخدمه في ايه في حياتنا؟ بنستخدمه في الطب، بنستخدمه في الصناعه، بنستخدمه في كل حاجه في حياتنا. طول ما احنا بنعرف الجسيمات او بنسعى ان احنا نعرف لغز حاجه موجوده قدامنا في الكون، دي بدايه او اول خطوه على الطريق ان احنا نقدر بعد كده نطوع او نشوف الجسيمات دي بتتصرف ازاي ونقدر نستفاد منها بعد كده. طول ما احنا ماشيين، طول ما احنا بندور على ميستري معينه او لغز معين، طول ما احنا بنطوع التكنولوجيا اللي في قدامنا ونحاول نسخرها او نطوعها ان احنا نقدر نكتشف حاجه جديده، التكنولوجيا دي مش بتفضل جوه سر، لا التكنولوجيا دي بتخرج بره سر. احب اقول لكم ان لغايه دلوقتي سيرن هي اكبر مشروع بحثي موجود على مستوى الكره الارضيه.
طيب لو انا عندي تجربه هعمل التجربه ازاي؟ طيب احنا عايزين نوصل لبدايه الكون، عايزين نوصل للجسيمات الصغيره اللي هي قبل البروتونات. طيب البروتون ده جسيم عندي مش مصمت، جواه جسيمات صغيره، فانا اجيب البروتونات اسرعها جامد في على محيط ال 27 كيلومتر اللي احنا شفناه، وعمليه التسريع محمد هيقولها لنا داني دلوقتي. طيب انا بسرع الجسيمات دي، لما بخبط البروتونات ببعضها الجسيمات دي تبتدي تتكسر، اكسر واشوف اعمل كحاله زي بدايه الكون. طبعا انا مش هعمل انفجار كبير، انما بعمل على سكيل صغير تجربه بتوضح لي بدايه الكون. فانا بسرع الجسيمات بتاعتي في المصادم الهادروني الكبير، بروتون من اتجاه وبروتون من الاتجاه التاني، طبعا حزمه من البروتونات وحزمه، وتتصادم عندي في قلب الديتكتور. الديتكتور الكبير ده ديتكتور السي ام اس اللي هنزوره، نبتدي نشوف الايفنت اللي حدث نسجله، واحنا كفيزيست نبتدي ناخد الايفنت دون ونبتدي نعمل له اناليسز، ونقدر نشوف ايه هي الجسيمات اللي خرجت من الانفجار طبيعتها ايه وهي بتتصرف وهي خارجه من الديتكتور، ونقدر ندور على جسيمات جديده. انا كواحده كدور بالبحث على جسيم بيكون لي الماده المظلمه. طيب احنا عشان انا مش عايزه اطول جامد في المقدمه، واكتر حاجه الجزء الممتع في وان احنا نازلين تحت، انا هجهز عشان ننزل ومحمد هياخد المايك معاه شويه على ما انا نظبط نفسي. طب انا احب ارحب بكم تاني. لو جينا هنا نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط، ازاي بيتم عمليه التعجيل بتاع البروتون، ماشي، وازاي بيتم تغذيته في كذا معجل لحد ما نصل للحلقه الكبيره بتاع المصادم الهيدروني الكبير، ونعمل عمليه التصادم ما بين البروتون وبروتون. فده فيديو سريع هيوضح لنا ازاي بتحصل العمليه دي. لو جينا هنا بدانا، بيبدا بجيب الهيدروجين جاز وبعمل له ايونيزيشن فحصل على البروتونز، بعد كده بستخدم لينير اكسلريتور بيعمل لي اللينير اكسلريتور، اول حاجه هنا كده ادي اللينير اكسلريتور جاي اهو، البروتون بيم جاي فيه هنا، فبيتم تعجيل البروتون هنا مبدئيا في معجل خطي. بعد كده باجي مغذي بتاع البروتون سينكروترون بوستر اللي هو ده، اللي هو بيبقى معجل بقى ده دائري، وبيتم زيادة الطاقة كل مرة بس بغذي معجل دائري، بيتم زيادة الطاقة لحد معين لحد ما نصل للحلقة الكبيرة بتاع اللارج هادرون كولايدر. فأدي البروتون سايكلوترون بوستر، وبعد كده بخش على البروتون سايكلوترون، وادي الطاقة اللي وصلنا فيها للبروتون بيم 25 جيجا الكترون فولت. بعد كده بخش على السوبر بروتون سينكروترون بتصل ل 450 جيجا الكترون فولت، وبعد كده بخش على الحلقة الكبيرة بتاع ال HC لحد ما بصل للبروتون بيم، بيبقى تقريبا الطاقة بتصل لحوالي حاليا في الران 3 6.8 تيرا الكترون فولت، ودي أكبر طاقة وصلنا لها لحد دلوقتي في أي تصادم موجود لحد دلوقتي في أي تجربة موجودة في الكون. هنا انا عندي البروتون موجود اهو، دي مكوناته هي 3 كواركات زي ما احنا عارفين من اساسيات التكوين البروتون في الفيزياء او فيزياء الجسيمات، وادي الثلاثه كواركات اللي هم مكونات البروتون بيجوا هنا ويجي يحصل التصادم في السنتر بتاع تجربه السي ام اس. بيحصل تصادم ما بين ايه بالظبط؟ بيحصل تصادم ما بين كوارك وكوارك او جلونات اللي هي اللي بتمسك الكواركات مع بعض. طبعا دي النواتج بتاع التصادم، بتطلع جسيمات اوليه خالص، البدايات خالص، بتبدا الجسيمات دي تتحد مع بعضيها وتكون بقى جسيمات اكبر زي البروتونات والنيوترونات والى جانب الالكترونات والميونات وغيره وغيره اللي بتبقى طالعه، وبيتم بنحصل على الديتكشن في التجربه. طبعا ده رسم توضيحي للتجربه اللي هي اللارج هادرون كولايدر ومكوناتها، فيها 4 تجارب اساسيه طبعا، تمام، هنتكلم عليهم بعد شويه. طبعا عمليه، طبعا عندي كذا لينير اكسلريتور هنا موجودين، في لينير اكسلريتور 2 طبعا ده بقى ديبريكيتد، يعني ما بقاش شغال دلوقتي حاليا، بقى خلاص بقى بديل له دلوقتي اللينير اكسلريتور 4، تمام، وده بيغذي بالانتي هيدروجين البوزيتيف نيجاتيف هيدروجين جاز ايونز اللي البروتون بوستر، وبعد كده البروتون سينكروترون، وبعد كده نخش على السوبر بروتون سينكروترون واللارج هادرون كولايدر السيركل الكبيره بتاعته. طبعا انا عندي اللينير اكسليتور 2، طبعا احنا مش هنا بنقبض بروتون محمد بروتون. معلش يا محمد هنتابع مع بعض كده بحيث ان احنا نلحق ننزل برضو، احنا لسه على السيرفس، احنا لسه على السطح. انت سامعني كده كويس؟
تمام خلاص تمام اوكي. انا هنا، انا هبقى قبل ما انزل احب اوريكم بس ده ماكيت للتجربه بتاعتنا، طبعا ماكيت بالحجم الصغير. التجربه هننزل نشوفها دلوقتي، ابعادها كبيره جدا، يعني طول التجربه تقريبا 21 متر والارتفاع او القطر تقريبا 15 متر. اللي احنا عايزين نشوفه ان التجربه عندي بتاعتي جزئين، جزء بقول عليهم دول الاند كابس، وعندي في النص كده كبرميل. يبقى انا عندي برميل كبير ومقفول من الجزء بديسكات باكتر من ديسك من هنا. طيب احنا خدنا الجيومتري ده ليه؟ ده احسن جيومتري ان انا اقدر اشوف فيه الجسيمات وهي خارجه، اقدر اصور كل الجسيمات، التصادم بيحصل عندي في السنتر بتاع الديتكتور، وبعد كده الجسيمات وهي خارجه ده في الضوء زي ما احنا شايفين، ده البيم، الجسيمات بتصطدم في النص وتبتدي الجسيمات عندي تخرج، وهي الجسيمات خارجه اقدر اشوف الجسيمات دي واسجلها واحنا بنحلل النتائج او طول ما التجربه شغاله. طيب احنا هننزل، عشان ننزل التجربه من تحت بقى محتاجه مجموعه من السيفتي تولز لازم تكون معايا. طبعا السيفتي العاديه، محتاجه خوذه هيلمت عشان دماغنا، محتاجه سيفتي شوز، السيفتي ده الشوز ده بيكون فيه زي حديد عشان التصادمات، واهم حاجه عندي الدوزوميتر. الدوزوميتر ده فايدته ان انا اقدر اقيس نسبه الاشعاع اللي جسمي بيتعرض لها. طبعا بنشتغل في راديشن زون، فمحتاجه اشوف انا خدت نسبه اشعاع قد ايه. بشوف اقرا الدوزوميتر بتاعي قبل ما ننزل للديتكتور، اقدر اشوف انا خدت اشعاع قبل ايه، او انا ما عندي اشعاع كميه اشعاع قد ايه، وبعد كده لما نطلع ممكن نشوف انا خدت يعني خدت اشعاع ولا لا. طبعا انا عندي دلوقتي زيرو مايكروسفارد، يعني انا ما عنديش اي جزء اي نوع من الاشعاع. مش محتاجه بس الدوزوميتر عشان اقيس نسبه الاشعاع، بس الاكسس بتاعي عليه. فاحنا دلوقتي هنعدي، لو انا كل شخص لازم يكون معاه الدوزوميتر بتاعه قبل ما يعدي. ومش بس الدوزوميتر ان هو بس اعدي، ممكن حد يدي الدوزوميتر لحد تاني، انما كمان بيتاخد بصمه العين عشان ما حدش يقدر يستخدم الدوزوميتر بتاع حد تاني. اوكي اوكي انا كده عديت، هنستنى نعومي معانا ورا الكاميرا على ما تعدي. مش اي حد يقدر يستخدم الدوزوميتر بتاع حد تاني ان هو يقدر يدخل يعمل اكسس، انما لا، محتاجه كمان بصمه العين عشان للسيفتي، ان ما فيش حد يستخدم اجهزه حد او يقدر حد يدخل ما يكونش ليه اكسس. طبعا هو بما ان الدور اللي احنا بنعدي منه ده دور افراد بس، ما نقدرش نعدي ماتيريال، فهي نعومي بتحاول تعدي الكاميرا من غير ما الجهاز يحس. في دور تاني ندخل منه الماتيريال. واحنا داخلين في المربع اللي احنا شايفينه، المربع الاصفر اللي بنقف فيه دون بيبقى فيه زي انفراريد راديشن من كل الاتجاهات عشان تتاكد ان احنا ما عناش اي ماتيريال واحنا داخلين. طبعا احنا شفنا نعومي خلاص عدت. طيب احنا هننزل بالاسانسير، احنا عندنا مستويين هننزل عليهم. المستوى الاول بنقول عليه السيرفيس، ده على حوالي 80 او 87 متر، هننزل من ماينس 2 اللي هو السيرفيس، وبعد كده هنكمل احنا بعد كده ال 100 متر. احنا دلوقتي بس هنستنى الاسانسير. الاسانسير لو نشوفه دلوقتي عند ماينس 2 وهو دلوقتي طالع. طبعا الاسانسير بتاعنا سريع جدا عشان نقدر ناخد ال 100 متر في حدود دقائق. طبعا احنا هنا لو تلاحظوا ان الخوذ بتاعتنا اللي احنا لابسينها مثلا خوذ بيضاء، لو احنا معانا فيزيتور زائر جاي من بره بيكون عنده خوذه لون تاني، والخوذه بيكون فيها مايكروشيب. المايكروشيب دي بنقدر نعد بيها كام واحد دخل وكام واحد خرج من قدام الاسانسير، عشان لو في اي فيزيتور ما طلعش نبقى عارفين ان في فيزيتور معانا او في شخص لسه موجود تحت. طب احنا تقريبا الاسانسير وصل. خلال الاسانسير السيجنال هتقطع، فمحمد هيبقى معاكم على ما احنا نوصل لماينس 2. يبقى احنا زي ما انا كنت بقول عندنا ماينس 2، هنزل ماينس 2 الاول وبعد كده هننزل ماينس 3، فهنشوفكم بقى بعد شويه. تمام كده الدكتورة ريهام نازلة حوالي 100 متر تحت الأرض، ونرجع هنا نكمل. فطبعا انا هنا ما بعملش عمليه تعجيل للبروتونات بس، انا بعمل عمليه تعجيل للبروتونات وللهيفي ايونز برضه اللي هي الانويه الثقيله. فانا عندي اربع تجارب اساسيه في اللارج هادرون كولايدر، في اثنين بيعملوا نفس الحاجه بس بتكنولوجي مختلفه وبماجنت مختلف او نظام الماجنت مختلف في الاثنين، زي اللي هي تجربه سي ام اس وتجربه اطلس.
ودول بنسميهم جنرال بيربز ديتكتور، يعني اغراضهم متعدده. يعني التجربه دي بتعمل عمليه كوليجن للبروتون بروتون والهيفي ايونز، بس الاغراض متعدده في الايه في الفيزيكس. لكن لو جينا لتجربه ال اتش سي بي، ودي بتدرس المطر وانتي مطر اسيمتري في اليونيفرس او في الكون، ولو جينا لتجربه اليس اللي هي التجربه الرابعه بتاعتنا، ودي بتدرس الهيفي ايون كوليجنز بس. طبعا ده زي رسم توضيحي لتجربه سي ام اس، تمام، والمقاطع بتاعتها والشكل اللي هو شبيه بالماكت اللي الدكتوره ريهام ورته لنا، واللي احنا برضو هنشوفها تحت ان شاء الله اما الدكتوره ريهام تنزل. طبعا هنا زولتان، ممكن can you please focus on the this. زولتان هيورينا شكل الديتكتور من جوه، صوره توضيحيه لشكل الديتكتور من جوه متصوره كانها ريال يعني. طبعا ده هيبقى شكل الديتكتور من جوه بمكوناته بالظبط، من البروتون بيم كوليجن وحواليه البيكسل ديتكتور والماجنت والايكال اللي هو الالكتروماجنت كالوريمتر والهادرون كالوريمتر زي ما دكتوره ريهام هتشرح لنا ان شاء الله، وبعد كده بلاقي الميون تشامبرز وغيره من المكونات اللي دكتوره ريهام هتستفيد فيها ان شاء الله اما تنزل لتحت. طبعا زولتان هنا بيعمل لنا فوكس على المكونات اللي احنا شايفينها هنا اهي، تمام. فانا عندي هنا البروتون بيم، وعندي هنا البيكسل ديتكتور، تمام، اللي هو تراكر بنسميه تراكر عموما، وانا عندي هنا كده الايكال والاتشكال اللي هم بيعملوا ديتكشن للفوتونز والالكترونز والبروتونز والنيوترونز وهكذا، وعندي هنا كده اللي هو السوبر كوندكتنج سولينويد اللي هو الماجنت الكبير اللي هو اكبر حاجه موجوده في الثقل، والاهميه بتاعته مهمه جدا جدا في تجربه السي ام اس واللي بتديله الشكل الصغير. يعني تجربه السي ام اس رغم ان هي تجربه بحجم كبير جدا وامكانيات غير معتاده، الا ان هي يعتبر بالنسبه للتجارب الثانيه هي تجربه صغيره في الحجم. ليه؟ الحجم هنا جاي من ان انا عندي ماجنت كبير جدا 3.8 تسلا او 4 تسلا تقريبا، يعني حوالي 100,000 أيوة مره. اتفضلي يا دكتوره. معلش احنا وصلنا الماينس 2، كنا بس فقدنا السيجنال شويه. طيب احنا كده في على بعد حوالي 87 متر، هنكمل الجزء الثاني بعدين. انا بس هحب ندخل الاول على الكفرن الاولاني. احنا التجربه بتاعتنا عباره عن تو كفرن، واحد اللي احنا موجودين فيه وده اللي بنقول عليه السيرفيس كفرن، ده اللي فيه كل السيرفيس والكيبلز والحاجات اللي احنا بنوديها للتجربه، وعندي الكفرن الثاني اللي جنبه اللي هو فيه الديتكتور نفسه. طيب احنا دلوقتي لو نقدر نبص هنا، ده الشفت اللي احنا نزلنا منه، لو قدرنا نبص فوق دول ال 87 متر اللي احنا نزلناهم، وهنلاقي عندنا زي الضوء اللي طالع ده مجرد بس كفيجواليزيشن كده، ان الداتا اللي احنا بنسيفها في الديتكتور من تحت بتطلع الداتا دي كلها فوق وتتجمع فوق. طيب الديتكتور بتاعنا انتوا شايفين زي ما كان محمد ما بيقول، الديتكتور بتاعنا حجمه كبير جدا زي ما احنا بنقول 15 متر. المكان اللي احنا كنا واقفين فوق فيه جنب محمد ده واللي احنا بدأنا منه الزيارة، ده المكان اللي اتبنى فيه السي ام اس كله كأجزاء، ونزل جزء جزء بكرينس، طبعا بكرينس كبيره، نزل جزء جزء لل 100 متر تحت الارض. هنا بس هوريكم بعض الصور اللي بتوضح بدايه السي ام اس، مكان ارض حفروا وقدرنا ننزل لل 100 متر، الديتكتور اتركب اتكون فوق كديسكات، وكل ديسك من دول اتشال ونزل من الشفط زي اللي احنا شفناه دون على بعد 100 متر تحت الارض. طيب واحنا ماشيين كده هندخل الاول على الكاونتنج روم. وهنا انا هحاول اعلي صوتي بقى النويز عاليه، ولو حد عايز يسال اي حاجه بس يبتدي يبقى يعلي صوته شويه. طيب احنا المنطقه اللي احنا بنقول عليها دي بنقول عليها الكاونتنج روم، فيها اكتر من سيستم. السيستم الاولاني الديتكتور سيفتي سيستم. الديتكتور سيفتي سيستم ده مسؤول عندي على السيفتي بتاعه الديتكتور. لو حصل اي مشكله اوتوماتيك الديتكتورز كلها الفولت اللي موجود عليها بيرامب داون، والديتكتور الفولت اللي عليه يوصل للزيرو. عندي حاجه كمان الاوضه دي بنقول عليها التريجر سيستم. التريجر سيستم ده من اهم الحاجات اللي موجوده عندنا في تجربه السي ام اس. المكان ده هو المخ او العقل بتاع التجربه. طيب انا عندي بحث بيحصل 40 مليون تصادم في الثانيه الواحده. طيب 40 مليون تصادم دول انا لو عايزه اسجلهم محتاجه 1 تيرا بايت في الثانيه الواحده.
ما فيش امكانيات ان احنا نقدر نسيف 1 تيرا بايت في الثانيه الواحده. فحبينا نسال نفسنا سؤال، هو انا محتاجه ال 40 مليون تصادم في الثانيه الواحده دول؟ وهل عندي بعد كده لو انا قدرت اخزنهم عندي الكمبيوتنج باور ان انا اعمل اناليسز للداتا دي كلها؟ طبعا الاجابه كانت لا. طب ابتدينا نقول طب احنا عايزين او هنستفاد ايه من التصادمات دي؟ فاحنا عايزين نفلتر الداتا او اللي طالع عندنا، الداتا اللي طالع عندنا الجزء اللي احنا مش عايزينه ما نسيفوش ونسيف الجزء اللي احنا عايزينه. ده اللي هو التريجر سيستم. التريجر بيقلل لي الايفنت ال 40 مليون ايفنت او ال 40 مليون تصادم في الثانيه الواحده ل 100,000. ببتدي اشيل كل السكاترنج او السوفت انتر اكشنز اللي انا مش محتاجاها، ويبقى عندي 100,000 كوليجن في الثانيه الواحده. طبعا الديسيشن ده بيتاخد هنا في حدود المايكرو سكند طبعا بلوجيك جيتس. بعد كده عندي مستوى اعلى من التريجر بقول عليه الهاي ليفل تريجر، ده بيكون وقته اطول سنه وبيكون معتمد على الاناليسز، واقدر اقلل ال 100,000 ايفنت ل 1000 ايفنت. ال 1000 ايفنت دول يعني 5 جيجا، يبقى انا اقدر اخزن ال 5 جيجا او ال 1000 ايفنت في الثانيه الواحده. يبقى اللي هنا التريجر سيستم بيقلل لي عدد الايفنت او التصادمات اللي بتحصل. في حاجه كمان عندي الباور سيستم، اللو فولتج والهاي فولتج. انا لو عندي ديتكتور، الديتكتور دون فيه محتاج اغذيه باور سبلاي، زي مثلا بنحتاج تقريبا لكل ديتكتور 10,000 فولت. هنا بتحصل عمليه التغذيه بتاعه الباور سبلاي كلو فولتج او كهاي فولتج. اللو فولتج ده فولت صغير بنحطه على الالكترونكس اللي موجوده على الديتكتورز بتاعتنا. لو نقدر نبص برضو ان كل الكابلات اللي عندنا هنا فايبر اوبتكس، وممكن نقدر نشوف كميه التنظيم اللي احنا عملناهم. احنا هنعدي بس من خلال زياره الو، وهحب اوريكم بس دون الار بي سي. ده هنتكلم على الار بي سي دلوقتي، ده جزء من ديتكتور جامعه في حلوان معمل ليه. عايز اوريكم كميه التنظيم بتاعه الكيبلنج، بحيث ان احنا كل كيبل موجود من ده كهاي فولتج اقدر اعرف متوصل بانهي جزء من الديتكتور. دلوقتي بقى هنكمل. طيب واحنا ماشيين الدور الاولاني اللي احنا عدينا منه كان اخضر، الدور ده اللي احنا شايفينه الدور ده احمر، معناها انه خطر. الدور ده بيوصل لي على التيوب الكبيره اللي احنا كنا بنقول عليها بتاعه اللارج هادرون كولايدر. الدور ده نفتحه في حاله واحده بس، في حاله الطوارئ، لو في حريق في الجنبين ومحتاجه مفيش مفر ان احنا لازم نخرج من هنا، الحاله الوحيده اللي نقدر نخرج من هنا من المكان دون. وطبعا دون بيوقف التجربه كلها، كل التجارب اللي موجوده على اللارج هادرون كولايدر. طبعا لو حد هيدخل هنا لازم بياخد سيلف ريسكيو ماسك، الماسك دون بحيث ان هو عشان احنا بنستخدم غازات كتير جوه، فلو حصل تسريب غاز متعلمين ان احنا نفتح الماسك دون في خلال اقل من 40 ثانيه ونكون الماسك مركبينه وعاملين اخلاء. طيب ده شكل اللارج هادرون كولايدر، دي صوره حقيقيه اللي موجوده ورا الباب الاحمر بتاعنا. وزي ما محمد كان بيشرح شرح الاكسلريتور كومبلكس، احب بس ده عمليه التعجيل بتاعه البروتونات اللي محمد قال عليها. الحاجه الوحيده اللي انا حابه اوريها هنا السرعه. في ال LHC سرعه البروتونات بتوصل ل 99.999 من سرعه الضوء، يعني تقريبا بقدر اعجل البروتونات بسرعه توصل لسرعه بما تقارب من سرعه الضوء. هنروح على الدور الثاني، دول كده احنا ال 90 متر اللي احنا نزلناهم، هننزل ال 10 متر التانيين بقى على رجلينا لغايه الديتكتور. طبعا ده اكسس ثاني، ولو نلاحظ ان الباب هنا بقى اصفر يعني راديشن زون. هنسكان برضو العينين لان كل مكان وليه الدخول بتاعه. اوكي هنستنى بقى نعومي معانا من ورا الكاميرا انها تدخل. برضو نفس الحكايه، الباب هنا برضو فيه زي انفراريد راديشن عشان نقدر ما ندخلش اي ماتيريال او ناخد اي حاجه واحنا داخلين. وطبعا الدور شاف الكاميرا فهترجع تاني. اوكي طيب برضو احب اقول ان احنا في خلال الزياره دلوقتي احنا هنروح للديتكتور للسي ام اس. احب اقول شويه معلومات عن تجربه السي ام اس. زي ما احنا قلنا التجربه كبيره جدا، بتولد ماجنتيك فيلد تقريبا 4 تسلا، والماجنتيك فيلد ده 100,000 مره اكبر من الماجنتيك فيلد بتاع الارض.
طيب، والتجربه طبعا طولها 21 متر، القطر بتاعها او ارتفاعها 15 متر تقريبا. التجربه دي لوحدها بتزن 14000 طن دلوقتي. انا يعني ما اعتقد هي خلاص، هي هتعمل سكان لعينيها كده، الكاميرا دخلت الحمد لله. طيب واحنا ماشيين كده ما بين السيرفيس كافرن او الكاونتنج روم اللي احنا كنا فيها والديتكتور، هنشوف الحيطه دي. الحيطه دي تقريبا 7 متر خرسانه وحديد، شلد حديد عشان نمنع اي راديشن خارجه من الديتكتور. طيب احنا كده وصلنا لتجربه السي ام اس بالحجم الكبير بقى اللي احنا كنا شايفينه في الصور. اللي احنا شايفينه ده قد المايك يا دكتورة، الصوت دكتور ريهام هو المايك بس بتاعك اتقفل مش سامعين. دكتور ريهام تمام. طيب احنا هنتكلم على المصوت ويرجع مع الدكتور ريهام. طبعا زي ما انتم شايفين، اللي انتم شايفينه ده التغذيه بتاع او البيم بايب اللي بيحصل فيه كوليجن في قلب التجربه، اللي هو الجزء اللي حواليه الجزء الاخضر ده. تمام، البيم بايب لو عملنا فوكس شويه، او لو الدكتور ريهام رجع معاه الاتصال ان شاء الله هتحاول توريه لنا. تمام، اللي هو بيغذي او بيحصل فيه الكوليجن جوه السي ام اس ديتكتور، اللي هو لما الكاميرا تتحرك شوية إن شاء الله هنشوفه. تمام، طبعا التجربة حوالي 14000 طن كوزن، منها 12000 طن بس محطوط في الماجنت. تمام، السوبر كوندكتنج سولينويد ماجنت الموجود في التجربة ده 12000 طن لوحده، وده اللي خلى التجربه بتاعتنا تاخد الحجم الصغير اللي هو ايه اللي هو بنشوفه بتاع التجربه دي. رغم ان بقول يعني زي ما حضراتكم وضحنا قبل كده ان التجربه دي جنرال بيربز ليها اغراض كتيره جدا، ولكن بالمقارنه ببقيه التجارب هي تجربه صغيره في الحجم. تمام، السوبر كوندكتنج سولونويد ماجنت الموجود ده مهم جدا 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 لاكتساب الحجم الصغير ده. وده طبعا سوبر كوندكتنج ماجنت معروف ان الجسيمات طبعا اللي بتحمل شحنات او بتتحرك في مجال مغناطيسي بتخضع تحت طاقه. طبعا لما يكون معانا كده يا محمد، معلش. ايوه دكتوره معاك. احنا كده رجعنا، احنا كده تمام. تمام اوكي تمام. احنا طبعا معلش كنا فقدنا السيجنال فرجعنا تاني. فخليني ابدا من هنا زي ما احنا كنا بنقول. انا هشاور في الكاميرا دون ال اتش سي، دون التيوب بتاعه البيم اللي جايه من اللارج هادرون كولايدر ده من اتجاه واحد. وزي ما احنا كنا شفنا فوق عندي التو بيمز بيجوا من الناحيتين، واحد من الناحيه دي وواحد من الناحيه الثانيه، والتصادم بيتم عندي في قلب الديتكتور. اللي انا عايزه اوريه شكل البيم بايب بيرفع قد ايه. يعني انا ببدا ببيم بايب كبيره ويبتدي البيم بايب ترفع عندي، تبقى صغيرة جدا بحيث ان احنا نعصر البيم، بنقول عليه سكويز للبيم، ان يوصل حجمه او قطره حجم شعرة، عشان تكون احتمالية التصادم بتاعت البرونترات تكون عالية. هنمشي دلوقتي اوريكم زي ما انا كنت بحب اوريكم فوق المكات اللي انا كنت موريه لكم، الجزء بتاع البرميل والاجزاء اللي مقفلة بتاعته. كل ديسك اللي انا وريته لكم من فوق، كل ديسك ده عبارة عن الديسكات اللي كانت موجودة في الجزء بتاع الاند كاب اللي انا وريته لكم قفله البرميل، والديسكات اللي موجوده في البرل اللي هو الجزء الاسطواني اللي في النص. اوكي طيب، هو لو محمد يورينا ده، احنا كده وصلنا لاخر الديتكتور من الناحيه الثانيه، او البيم بايب من الناحيه الثانية. كان في تشانس انا كنت حابه بس نسرع شويه في الزياره، بس هم قفلوا. كان في اخر جزء هنا كان بيتشد او بيتسحب بيتقفل، بس احنا ما لحقناش مع الوقت. طيب لو محمد بس يشير السلايد. حاضر حاضر يا دكتوره. Could you زولتان could you please share screen؟
Now, بتاعت زولتون is sharing the screen. Just a second. ايوه دكتورة كده تمام. طيب انا هاجي ابص معاكم بقى في السكرين كده. المفروض ان السكرين ده هتوريكي شكل الديتكتور كله وهو مفتوح. في كل جزء من الديتكتور باين هنا عندي ده التصادم عندي بيحصل في النص، في نقطة التصادم اللي موجودة عندي في النص. كل بروتون بيم بيجي من اتجاه والتاني من الاتجاه المعاكس، والتصادم بيحصل في النص. الجسيمات وهي خارجة، طبعا الديتكتور كده هو مفتوح، الجسيمات وهي خارجة كل جزء منها بنقدر كل جسيم نقدر نشوفه بسب ديتكتور بجزء من التجربة بتاعتي دي. لو بدأنا من القلب، لو جبت السلايد الثانية يا محمد، لو بدأنا من قلب الديتكتور اللي كانت وراها على طول يا محمد، اللي فيها الديتكتور وفيها الجسيمات دي مع بعض. ايوه دي بالظبط بالظبط. طيب انا عندي دي نقطة التصادم، لو تشاور على السكيماتيك يا محمد دي نقطة التصادم، وكل جسيم وهو خارج عندي اقدر اشوفه. نقارن بقى صورة الديتكتور هنا بالصورة اللي موجودة عندي. انا عندي في الاول الديتكتور ده عبارة عن ديتكتورز فيها غاز ديتكتور، في سيليكون، في كل جزء من الديتكتور بيشوف حاجة، بيشوف جسيم معين. لو انا عندي مثلا افترضت ان انا عايز اشوف الالكترون، فاقدر اشوف الالكترون في اول جزء من الديتكتور عندي. بما ان انا عندي ماجنتيك فيلد وعندي جسيم مشحون، اقدر اشوف الجسيم بتاعي دول لما يحصل له بيندنج او انحناء في الماجنتيك فيلد، يبقى انا اقدر اعرف الالكترون. الالكترون هو خارج من نقطه التصادم بيفقد طاقته في الكالوريمتر. الكالوريمتر ده جزء عندي من الديتكتور بيقدر يشوف طاقه الجسيم. طيب حد تاني ممكن يقول لي طب الفوتون، لو انا جيت ابص على الفوتون ده جسيم مش مشحون، فهيعدي الديتكتور التراكر الجزء الاولاني السيليكون ديتكتور الاولاني من غير ما يسيب اي تراك، بس اقدر اشوف الطاقه بتاعته في الكالوريمتر. يبقى انا قدرت افرق ما بين مثلا الالكترون والفوتون، الجسيم المشحون واللي مش مشحون، وده كان الهدف بتاع الماجنتيك فيلد. الماجنت اللي عندي السولونويد ماجنت، لو نوريه على الصوره الحقيقيه يا محمد، اللي هو الجزء الفضي دون السولونويد ماجنت. الماجنت ده بيوزن لوحده تقريبا 12000 طن، ودون اكبر جزء في التجربه، واحنا بنقول عليه كومباكت لان هو مع انه هو تقيل جدا بس واخد مساحه صغيره. بيولد لي ماجنتيك فيلد 4 تسلا، يعني 100000 مره اكبر من الماجنتيك فيلد بتاع الارض. اللي احب اقوله للطلبه بتوعنا، السولونويد ماجنت ده بالظبط زي التجربه اللي احنا كنا بناخدها في المعمل، في معمل مودرن في سنه ثانيه. انت كنت بتجيب كويل وبتوصله كهرباء، بتمرر فيه تيار وبيولد لك ماجنتيك فيلد. بالظبط نفس الحكايه هنا بس على سكيل كبير. انا عندي السولونويد ماجنت، ابتدي ان انا بنوصل له تيار، والتيار يولد لي ماجنتيك فيلد عالي. في سؤال هقوله واحب اقوله للطلبه بتوعنا وهجاوب عليه في الاخر. طيب بما ان انا بتكلم على ماجنت، انا عايزاه في السوبر كوندكتنج ستيت. طيب نعمل ايه عشان نوصل الماجنت بتاعي للسوبر كوندكتنج ستيت؟ هسيبها دي بس للاخر وهوريها لكم في الاخر يعني. طيب اخر جزء في الديتكتور اللي هو الاحمر ده، الجزء الاحمر ده اللي محمد هيشاور عليه في الجزء اللي تحت، الاحمر ده مجرد سبورت، ده بيرجع لي خطوط الماجنتيك فيلد تاني، واقدر احط عندي فيه الجاز ديتكتور. الجاز ديتكتور دي اللي هي المسؤوله ان هي تشوف لي جسيمات زي جسيم الميون. الميون ده ما هو الا الاخ الاكبر لجسيم الالكترون بس كتلته اكبر، وهو الوحيد اللي بيقدر يخرج كل اجزاء التجربه، عشان كده الميون سيستم اتحط في اخر جزء في التجربه. اللي احب اقوله ان الميون سيستم في منه ديتكتور، جاز ديتكتور واحد اسمه الار بي سي ريزيستيف بليتد شامبر. واحب اقول ان احنا عندنا معمل في قسم الفيزياء في جزء في سب ديتكتور موجود من ده. كان المفروض المعمل ده هدفه ان احنا بنعمل تيستينج للار بي سي او للشامبر دي، ونعمل لها تيست وكجزء من الاختبارات الاوليه اللي تتعمل على السب ديتكتور قبل ما يركب في التجربه. المعمل ده انا اعتقد ممكن تشوفوه في اخر الزياره، هو المعمل عندنا في جامعه حلوان في قسم الفيزياء. انا بس هنحاول ننزل جنب الديتكتور. اوكي اوكي احنا كده نزلنا بس جنب الديتكتور بالحجم الكبير بتاعه. طبعا مقارنه حجمي انا بحجم الديتكتور اللي هو تقريبا 15 متر ارتفاع. الديتكتور ده عباره عن اجزاء زي ما انا قلت، كل جزء بيحصل له بعد ما تتركب الاجزاء اللي فيه بيحصل له كوميشننج قبل ما الديتكتور كله يتقفل على بعض. عشان نقفل الديتكتور على بعض طبعا محتاجين اجهزه كبيره بتبتدي تشد الديتكتور كله وتجمعه على بعض.
في حاجه كمان احب اوريها، حاجه فور فان، الماجنتيك فيلد. بما ان انا دلوقتي التجربه مقفوله وما فيش ماجنت والماجنتيك فيلد مش شغال، بس لسه عندي ريزيدوال او بقايا من الماجنتيك فيلد، اقدر احسها ازاي؟ اقدر احسها بدبوس. لو انا جيت احط الدبوس بتاعي كده هلاقي الدبوس بيعمل الاينمنت في اتجاه الماجنتيك فيلد. يبقى انا مهما حتى لو الماجنتيك فيلد بتاعي صفر، ده حديد اللي احنا شايفينه الاحمر ده سبورت حديد، حتى لو انا عندي ماجنتيك فيلد مقفول زيرو، بس لسه عندي ريزيدوال في الماتيريال بتاعتي بقايا او ريمننت للماجنتيك فيلد. طبعا احنا هنشيل الدبابيس دي لان اول ما الماجنت هيشتغل فالدبابيس دي ممكن تطير. اللي احب اقوله كمان ان الديتكتور كله ما تركبش، اوكي، الديتكتور كله مش معمول من جامعه واحده، كذا انستيتيوت من كذا بلد شاركت في تركيب الديتكتور بتاعي. يعني هنلاقي اجزاء من السب ديتكتور موجوده جايه من جامعه في المانيا، جامعه جايه من جامعه في امريكا، كل الاجزاء بتيجي تتركب هنا في التجربه ويحصل لها كوميشننج. معنى ان الديتكتور مش شغال مش معنى ان السب ديتكتورز مقفوله، لا، كل السب ديتكتورز اللي موجوده عندي شغاله وبيتعمل عليها اختبارات طبعا عشان نتاكد، لان ميعاد قفل او ميعاد اخر ميعاد نقدر نوصل له في التجربه اخر ميعاد هيكون يوم 9. فطبعا كل الديتكتورز دلوقتي بتعمل كوميشننج للسب بتاعتها. انا بس احب نطلع لو نعومي كان ويجو اب انت بوز الديتكتور. طب انا هحاول نطلع تاني فوق الديتكتور 5 ادوار فاوريكم شكل الديتكتور من فوق، ونجاوب بقى على السؤال اللي احنا كنا سالناه، ان انا ازاي اخلي السولونويد ماجنت في السوبر كوندكتنج ستيت. طبعا عايزه برضه اقول حاجه، ان تجربه السي ام اس اللي احنا شايفينها دي التجربه اللي تم فيها اكتشاف جسيم الهيجز بوزون في 2012، واتخذ عليه جائزه نوبل في 2013. مش بس تجربه السي ام اس اللي شافته، انما التجربه، خلينا نقول التجربه المنافسه، تجربه اطلس الموجوده على الناحيه الثانيه من المصادم الهدروني، هي تجربه زي تجربه السي ام اس ولكن بتكنولوجيا مختلفه. طب احنا ليه عايزين تجربتين زي اطلس والسي ام اس مع ان الاثنين بيدوروا على نفس الاهداف؟ عشان كل واحده بيكون لها تركيب وتكنولوجيا مختلفه. يعني لو تجربه السي ام اس شافت ايفنت، تجربه اطلس لازم تشوف نفس الايفنت. الفيزياء واحده ما بتتغيرش، ولكن الشخص اللي بيعمل اناليسز مختلف. Can we go beyond here? No? Yeah? Okay. زي ما كنت بقول، كل تجربة بيكون لها تكنولوجيا مختلفة، فيزيائيين مختلفين، مهندسين مختلفين. لو احنا الاثنين تجربة سي ام اس واطلس شافوا نفس الداتا او نفس الايفنت في نفس الوقت، ده تبقى ديسكفري، عشان ما يبقاش فيه كعيب او كمشكله في تجربه معينه. احنا كده وصلنا فوق الديتكتور، ونقدر نشوف الكيبلجز والراجز اللي بتغذي الديتكتور بتاعي، حتى موجوده جوه التجربه، وحتى في وجود الراديشن تقدر تشتغل. الحاجه بقى، اجابه السؤال اللي انا كنت بقوله لزمايلي الطلبه، ازاي بخلي الماجنت في السوبر كوندكتنج ستيت؟ ان انا لازم اعمل له كولينج، والكولينج بيكون بالليكويد هيليوم. عشان اخلي الديتكتور بتاعي او السولونويد ماجنت في السوبر كوندكتنج ستيت، يبقى انا لازم اعمل له كولينج نظام تبريد، والتبريد عشان يوصل لكريتيكال تمبريتشر اللي عندها نوصل للسوبر كوندكتنج ستيت، والتبريد بيكون بالليكويد هيليوم. طبعا برضو في نظام تهويه، الفنتيليشن سيستم، تهويه للتجربه اللي هي بتغذينا بالهواء من بره لجوه الديتكتور، اللي هو
الجزء الفضي ده. اوكي احنا هنرجع تاني. هو انا بس حابه اسال لو في حد من زمايلنا حابب يسال اي حاجه واحنا ماشيين. طب احنا هنخلص التجربه هننزل وهنروح للكنترول روم. احب اوريكم الكنترول روم وازاي بقى التحكم بيتم فوق. طبعا هو كده دلوقتي دي فايده الخوذه. طيب الجزء اللي انا كنت بتكلم فيه بتاع الهيجز بوزون ده جزئين اكتشف في 2012 واتاخد عليه جائزه نوبل واكتشف بتجربتين مختلفين. ونتمنى يا رب ان احنا نكتشف حاجه تانية جديده او جزئين يكون مكون للدارك ماتر مثلا. طبعا الداتا بعد التصادم ما بيحصل وعملنا قلنا النظام اللي هو ان احنا بنشيل بنعمل فلتريشن للداتا وبنسيف بعد كده الداتا دي ونبتدي نعمل لها اناليسز. فيزيائيين بقى اللي في التجربه زينا كده بنبتدي ناخد الداتا دي ونعمل لها اناليسز وندور على الجسيمات اللي احنا عايزينها. احنا دلوقتي هنرجع تاني البوينت اللي كان فيها محمد. هروح الاول هعدي على الكنترول روم. طب انا واحنا قدامنا زياره الناس اللي كنت بقول لكم عليهم بالخوذ برتقاني. اه البادج اي فورجيت تو بادج. هنرجع مكان زي ما كنا احنا جايين. برضو حاجة احب اقول عليها ان احنا عندنا هنا سيستم اقدر اشوف فيه الراديشن اللي موجودة في جسمي. يعني بعد ما بنخلص الشخص بيقف هنا يحط رجليه وايديه الاثنين ونشوف انا في راديشن او في حاجه راديو اكتيف على ايديا او جسمي ولا لا. حاجه كمان هنا التيرا راديوس دي هحب اقول لكم عليها واحنا ماشيين. لو انا نزلت تحت وانا بشتغل في خط الاتصال بالموبايل بتاعي ده جهاز اقدر زي راديو ويف اتصل بيه بالناس اللي في الكنترول روم في حال ان انا فقدت الاتصال. او ليه فايده كمان الشخص لو وقع يعني لو الجهاز ده نام على وقع فده بيطلب اوتوماتيك الاسعاف والمطاف. برضو 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 في حاجه كمان كنت احب اقولها. والتجربه دي بيتفحت عشان ال 100 متر تحت الارض ده كانت بتقابلهم ميه كتير والميه دي كانت مشكله وكان حلها الوحيد الهندسي ان الميه تتجمد. المياه لما تتجمد وبعد كده يبتدوا يشيلوها دي حاجه معروفه هندسيا. انا هجيب الاسانسير وهنطلع تاني للكنترول روم. خلينا نستغل على ما الاسانسير يجي المنطقه اللي احنا فيها دي اكتر منطقه امان نقدر نقف فيها في حاله حدوث حريق. طبعا الحاجه الوحيده اللي نقدر نستخدمها الاسانسير. ممنوع استخدام السلالم تماما وده طبعا عكس الطبيعي. بس طبعا احنا 100 متر فاستحاله حد يقدر يطلع ال 100 متر. المكان ده دكتور احنا بس كويستشن. يس بليز بليز بس تاني المعيد عندنا في القسم راح شرط وخلاص الجزء الماجستير هناك تحت شخص الدكتور ريت عبدالله وان شاء الله هي هتلاقي شرط تاني منه. يعني هي ظهرت شرط وقعدت تشتغل فتره هناك في التجربه هناك. هناخد الاسانسير على ما السؤال يجي. محمد معانا في السؤال انزل وبعدين يعني دقيقتين وهكون فوق. سامعني؟ احنا الصوت بيقطع الاسانسير وممكن ناخد السؤال على ما نوصل. ومحمد هيبقى يعيد لي السؤال. اه سامع حضرتك. تمام. دلوقتي حضرتك قلتي ان هو انا بقيس نسبه الاشعه في جسمي قد ايه؟ طب انا لو بعمل ايه الاجراء اللي بعد كده؟ لقيت نسبه اشعه في جسم معينه، بعمل ايه الاجراء؟
طيب عامة خلينا نقول ان هو ما حصلش قبل كده ان كان في نسبة اشعاع موجودة في اي حد، وانا هقيس لكم الدوزيميتر بتاعي دلوقتي بعد ما اطلع. هفترض ان هو في حاجة، اكيد الجهاز اللي معايا ده انا بقيسه كل ما بنزل وبطلع، مش هاخد الدوز العالية اللي تخليني في خطر في نزولة واحدة او في مرة واحدة. الجهاز اللي معايا انا برسل الداتا لما بحطه في الماشين اللي انا وريتها لكم دي، برسل الداتا. هو انتوا سامعيني صح؟ سامعيني تمام؟ تمام. اوكي، انا برسل الداتا اللي اتاخدت، كميه اشعاع انا خدتها قد ايه كل يوم او كل نزوله، بترسل للسنتر اللي بيراقب كل واحد فينا اخد دوز قد ايه. لو احنا قربنا نوصل لدوز معينه، طبعا بتتمنع ان انت تدخل، ويبقى ليك كشف طبي او ليك اجراءات طبيه بحيث ان انت يضمنوا سلامه الشخص. بس اللي انا عايز اقوله لك ان هو ما حصلش قبل كده ان حد وصل لاي دوز عاليه. وهتشوف دلوقتي عندي حتى لو ديتكتور شغال ما بنوصلش ابدا للدوز العاليه دي. طبعا احنا عشان الديتكتور مش شغال نقدر ننزل لغايه الديتكتور، بس ده طبعا لغايه الباب الاصفر اللي احنا شفناه، لغايه بس الكاونت الجروم اللي مسموح في خلال الديتكتور ما هو شغال، غير كده مش مسموح. خلينا نقيس تاني نسبه الاشعاع كده اللي انا خدتها، ولو تلاحظ ان هو بالاسم وي ديزيت، بعد كده سندنج داتا اللي هو بيبعت الداتا بتاعتي، وزي ما انا زيرو ملي سبورت. طب سؤال تاني دلوقتي، حضرتك عايزين نشوف اللي هو حاجه مكونه دارك ماتر او دارك انرجي، بالظبط. فانا بكتشف جزيئات كتيره، ايه اللي بيبقى يعني الفاصل لده الجسم مكون للدارك ماتر؟ اوكي طبعا الدارك ماتر بيبقى ليها خصائص معينه، تمام. فاذا كان الجسيم المكتشف ده بيظهر نفس خصائص الدارك ماتر اللي احنا بتاعت معروفه في الفيلم. النظريات، فطبعا ده يبقى الدارك ماتر. طبعا لازم يبقى في كونفرميشن من محمد التجربتين. انت سامعني؟ اه سامعك يا دكتوره. ماشي معلش، احنا هنكمل بقية السؤال لما نخرج من الكنترول روم. دي الكنترول روم بتاعت السي ام اس، وحدة التحكم. الوحدة التحكم مقسومة عندي جزئين، جزء خاص بكل سب ديتكتور، بكل جزء معين من الديتكتور بيكون ليه الاكسبرتس بتوعه اللي خلال التجربة او حتى التجربة مش شغالة بيعملوا الكوميشننج وبيشتغلوا عليه. اكتر من سب ديتكتور، عندي جيم جروب، ده ديتكتور، ده كاز ديتكتور، عندي التراكر، عندي الكالوميتر، عندي الديسك بتاع الار بي سي اللي هو الجزء اللي احنا شغالين فيه، وعندي الجزء تاني من الكنترول روم فيها اكتر من شخص بيشتغل. عندي هنا الديتكتور سيفتي سيستم او دي سي اس ودي اس اس، ده الديتكتور كنترول سيستم. الشفتر اللي بيبقى موجود هنا بيبقى مسؤول عن الجزء ده كله، مسؤول عن السيفتي بتاعه الديتكتور. لو في اي جزء او في اي الارم موجود نقدر نشوفه هنا ونتعامل معاه. مسؤول عن كل سب ديتكتور موجود قدامي، اقدر اشوفه وراقبه خلال التجربه لو في اي الارم اتعامل معاه، ونكلم الاكسبرت بتاع السب ديتكتور. في طبعا الكاميرات اللي موجوده حوالين الديتكتور كله، ونقدر نشوف الفيزيت بتاعتنا وهي طالعه، فهنقدر نشوف كل جزء موجود في السب ككاميرات كمراقبه لكل جزء من الديتكتور بتاعي. ده ديتكتور كنترول سيستم. عندي بعد كده هنا التريجر شيفتر. التريجر شيفتر ده هو اللي هو المسؤول عن التريجر اللي احنا اتكلمنا عليه في ماينس 2، اللي هو مسؤول عن عمليه التريجر او الفلتريشن بتاع الداتا. عندي الداك شيفتر ده هو المسؤول عن الداتا واللي هو من عنده بنبتدي ستارت الكوليجن او ستارت الرن او تجميع الداتا. وعندي طبعا الشيفت ليدر اللي بيكون مسؤول عن كل الديتكتور. طيب دي كده الكنترول روم، في كل واحد له وظيفه، كل واحد عارف هو بيعمل ايه خلال التجربه بتاعته. لو حد حابب اي سؤال هنا، لو ما فيش احنا ممكن نرجع لعند محمد وناخد الاسئله واحنا ماشيين. ممكن هو there is also possibility that we can show the beam vibe from the other side from here near Zoltan and محمد. اوكي يبقى احنا لما نوصل هناك هحاول برضه اوريكم جزء ماكيت، يعني هم سمحوا لنا بوقت زياره طويل، هنعمل جزء الماكيت بتاع الديتكتور اللارج هادرون كولايدر. ماشي خلاص، احنا كنا بنجاوب، سوري ما كنا بنجاوب على السؤال بتاع الدارك ماتر. ما بيخرج عندي جسيمات جدير، انا عندي في الطبيعه الدارك ماتر موجوده، عارفه خواص الجسيم بتاعي المفروض يكون ايه، وانا بدور في الديتكتور بتاعي. We have a question. Yes. We have a question دكتور ايهاب. Yes. دكتور ريان سامعني؟
ايوه اتفضل اتفضل اسال اللي انت عايزه. اوكي ممكن حضرتك تتكلم عن ده اكتر عشان يعني انا قصيتها وازاي انا اتعرف عليها؟ عن الدارك ماتر نفسها؟ اه تمام. كله جيت كله بريف ديفينيشن كله بريف ديفينيشن دكتور معانا بس احنا عايزين بس بريف ديفينيشن بس اباوت الدارك ماتر. تمام خلاص ماشي حاضر. هي الدكتور ريهام هتاجي وتوضح جزئيه الدارك ماتر بالظبط تمام لحضراتكم. اتفضل يا دكتوره. انا بس احب اوريكم كمان جزء لو احنا نوري الجزء ده نعومي. ده الجزء اللي نزل منه تجربه السي ام اس. الديتكتور بتاعنا كله تركب هنا ونزل في الشافت اللي احنا شايفينه او البير اللي موجود دون. الديتكتور نزل جزء لل 100 متر تحت الارض كديسكات معينه ديسكات صغيره نزلت لي تحت التجربه. هخرج اوريكم برضو بالمره ماكيت بره لللارج هادرون كولايدر. خلاص احنا كده بقينا على السيرفس. وزي ما احنا كنا بنتكلم على التيوب الكبيره بتاعه اللارج هادرون كولايدر اللي على محيط 27 كيلو متر اللي بيتحرك فيها البروتونات. ده ماكيت للتيوب. دي التيوب بتاعتي وبيكون فيها الفتحتين الجزئين دول، واحد بيتحرك فيه البروتونات في اتجاه وواحد بيتحرك فيه البروتونات في عكس الاتجاه. بيفضلوا يتحركوا في اللارج هادرون كولايدر لفوا اكتر من لفه لغايه ما يوصل للطاقه اللي احنا عايزينها والسرعه اللي احنا عايزينها، والتو بيمس بيقربوا من بعض ويصطدموا في قلب الديتكتور بتاعي. بتحكم في حركه البروتونات جوه اللارج هادرون كولايدر بالماجنت. عندي نوعين من الماجنت، في الماجنت اللي مسؤول عن الدوران وفي الماجنت المسؤول على الضغط. في الماجنت اللي هو الدايبول ماجنت، ده بيكون حوالين اللارج هادرون كولايدر اللي بيحكم لي البروتون بيم ان هو يمشي في السيركولار باث بتاعه. وعندي الكوادرابول ماجنت اللي بيعمل سكويز للبيم بحيث ان هو يخلي البيم مساحه المقطع بتاعته تكون صغيره جدا توصل لحجم الشعرايه. احنا كده تقريبا وريتكم كل حاجه، ودون المبنى اللي اتبنى فيه سي ام اس جزء جزء وتركب ونزل من قلب المبنى دون اللي تحت التجربه. فانا هرجع بقى خلاص كده عند محمد وناخد الاسئله لو احنا حابين اي اسئله ممكن ناخدها واحنا هناك. انا كده سامعك كده سامعني كويس؟ سامعني يا دكتور يا كويس. طب انا عامل ايه اللي عنده سؤال بسرعه كده سامعني كويس؟ اه عشان الوقت يا دكتور ريهام. تمام احنا طرحنا مجموعه من الاسئله. لو في حد من الطلبه عاوز يسال او اي حد من السكسسفل عاوز يسال شورت تايم عشان ننهي الزياره. اوكي حضرتك قلت في الاول ان بيحصل سنه راح يصوت. معلش ممكن تعلي صوتك لان احنا انا مش سامع كويس. فعلي صوتك. علي صوتك. صحيح يا دكتور، حضرتك قلت في اول زياره ان بيحصل حوالي في الثانيه 41 مليون كولنيشن، فدوت بيخلق حوالي انفاينايت بارتكلز او بارتكلز لا نهائيه في الثانيه الواحده. فالديتكتور بيقدر ازاي يحدد اهميه البارتكلز ديت او اهميتها من عدمها؟ ازاي بنقدر نتلاشى بارتكلز اللي هي تحس انها تبقى مش مهمه، وازاي بنقدر نكتشف او نشوف البارتكل ده بخصائص جديده وكده؟ تمام سؤال حلو.
طيب احنا عندنا وقت التصادم زي ما انا قلت، احنا عندنا مجموعه من البروتونات، مش بروتون واحد، بنش حزمه من البروتونات بتتصادم مع البنش الثاني، بيحصل عندي تصادم. كل بروتون، مش البروتون هو اللي بيتصادم، مكونات البروتون. طيب وقت التصادم، if we can Zoltan can we Zoltan can we share the slide please. اوكي ده كشكل ايفنت او تصادم حصل. طيب شوف كمية الجسيمات اللي خارجة عندي من نقطة التصادم، دي أكتر من نقطة التصادم لأنه مش بروتون واحد اللي بيتصادم، زي ما أنا قلت حزمة من البروتونين. واحد فيهم تقريباً اللي بيعتبر الهارد انتراكشن، ده اللي بيكون فيه طاقة عالية جداً أو تصادم حصل هيد تو هيد. بقية الجسيمات أو بقية جسيمات بقية البروتونات أو أجزاء البروتون نفسها بتتصادم بس بتكون بطاقة أقل. الانتراكشنز دي أنا محتاجة منهم واحد زي ما احنا قلنا، أو محتاجة منهم إيفنت معين والباقي مش عايزين. اللي طاقته قليلة أو اللي سكاترينج انتراكشن ده بعمل له فلتريشن في التريجر. التريجر ده بيكون بيزد على زي ما انا قلت بياخد الديسيشن في المايكرو سكند، وبيزد على سب ديتكتور معينه. السب ديتكتور اللي بنعتمد عليها انها تدي ريسبونس وتقول لي الطاقه بتاعه الجسيمات تقريبا كام، السيليكون ديتكتور. فانا بعتمد على السيليكون ديتكتور ان انا اخد الديسيشن ان انا عندي جسيمات بطاقه عاليه من هارد انتراكشن، اخد الجسيمات اللي كانت جايه من هارد كوليجن او بطاقه عاليه، واشيل الجسيمات اللي هي او الانتراكشن اللي انا مش محتاجها. فكل ده بيتم بديتكتور بيزد في الليفل 1 تريجر اللي احنا اتكلمنا عليه، فبقدر افلتر جزء من الايفنت. وبالتالي احنا هنا شايفين ممكن عندنا خط احمر اهو وخط ازرق. بالظبط الخطين دول بيمثلوا يعني حدث او ايفنت له اهميه بالنسبه لنا فيزيائيا، فبالتالي الباقيين دول ما لهمش اي اهميه فيزيائيه، بيحصل عليهم قط التريجر بيعمل فلتريشن ويعمل لهم قط ويشيلهم خالص من الايه من الايفنتس بتاعتي. وبالتالي انا كده خليت كميه الايفنتس بدل 40 مليون ايفنت في الثانيه خليتهم وصلوا لحد 100 ايفنت بس في الثانيه. بالظبط. هو دلوقتي ازاي بيواجهوا حركه البروتونات في وهي سرعتها مقاربه لسرعه الضوء؟ ازاي ايه؟ ازاي بيواجهوا البروتونات في الحلقات اللي الدوائر بتاعت اللي انت بتشوفي مسارات فيها وهي سرعتها عاليه جدا تقترب لسرعه الضوء؟ انا الجسيم عندي ما بتديش من الاول من سرعه الضوء، انا زي ما احنا محمد شرح ببتدي من اكسلريتور، زي ما انت بيكون معاك عربيه تطلع على اعلى سرعه في العربيه مره واحده ولا بتطلع جير او بسرعه. فاحنا دلوقتي بنبتدي بسرعه قليله، الجسيم بيكون سرعته صغيره، وببتدي اسرعه او اعجله بيوصل لسرعه معينه، سرعه صغيره وطاقه معينه، ابتدي احقنه في الحلقه اللي بعدها لسرعه ثانيه، ويبتدي سرعته لغايه ما يوصل لللارج هادرون كولايدر، يوصل لسرعه تقرب بسرعه الضوء. وكمان زي ما انا قلت لكم ان انا عندي كوادرابول ماجنت ودايبول ماجنت، الدايبول ماجنت يقدر يحكم لي البيم بتاعي ان هو يتحرك في السيركولار باس بالسرعه بتاعته دي. يعني يا دكتورة احنا بنحرر سرعته او بنزود سرعته على معدلات مختلفة صح؟ بالظبط، كل يعني مرة طاقته بتعلى وسرعته بتعلى لغاية ما يوصل تقريبا للسوبر بروتون سيكلوترون، بتبقى 9.99 زي ما انا وريتكم في الصورة اللي تحت، وفي اللارج هادرون كولايدر سرعته بتبقى تقريبا تقترب من سرعة الضوء. تمام، اعتمادا على الماجنيتيك صح؟ اعتمادا على تمام الماجنيتيك اللي انا مربطه. بالظبط تمام جدا. طيب في سؤال، احنا جالنا سؤال من دكتور نبيل في على السكرين في الكويشن في كيو اند ايه، دكتور نبيل بيقول وات اباوت ذا امبروفمنت اوف ار بي سي. اوكي سؤال جميل يا دكتور نبيل. بما ان احنا طبعا عندنا معمل ار بي سي، الار بي سي اللي كانت مستخدمه في بدايه الديتكتور او في بدايه تجربه السي ام اس دي بنقول عليها الار بي سي، الار بي سي العاديه. طيب مع تطور ما احنا علينا الطاقه بتاعه الديتكتور عليت، طول ما احنا قربنا من البيم بايب دكتوره ريان بتابع الحدث، وهو طبعا من الاساتذه الشغالين بهذا التخصص واستاذ برضه للتهاني.
فاحنا طبعا دكتور بنشوفه على نبيل استاذي ودكتوري طبعا في ال... تأكيد بس ربنا دكتور يخليه نبيل ويشرح لأستاذ يا الدكتور رب محمد الريس. اتفضل يا رب. دكتور يا نبيل طبعا استاذي ودكتوري و... وانا سعيده ان هو بيتابع معانا الحدث من الاول. دكتور نبيل كان سأل سؤال وهيت ذا بوينت، يعني ان هو بيتكلم على ايه هي الامبروفد ار بي سي او الاي ار بي سي اللي احنا بنتكلم عليها. زي ما انا كنت بقول الديتكتور لما اتبنى من الاول، الار بي سي اللي كانت موجوده كانت موجوده في الحلقات الخارجيه بتاعه الديتكتور. كل ما بنقرب من البيم بايب كل ما بتكون الطاقه عاليه والانتنسيتي بتاعه الجسيمات اللي خارجه بتكون عاليه، فالار بي سي اللي موجوده اللي هي النورمال العاديه بتاعتنا ما بتقدرش تتحمل الانتنسيتي العاليه. فكان لازم ننقل التكنولوجيا او نطور الار بي سي اللي عندنا لامبروفد ار بي سي. الامبروفد ار بي سي دي لما اتطورت، بما ان انا عندي جسيمات الانتنسيتي بتاعتها عاليه، فلازم اغير في الكونفيجريشن بتاعه الديتكتور بتاعي، بدل ما هو 2 ملم جاب اخليه 1.4 عشان اقدر اجمع جسيمات اكتر، او تكون الوقت ما بين جسيم وجسيم اللي انا اقدر اخده يكون اسرع. طبعا اتغير الالكترونيك بوردز اللي موجوده على الديتكتور من الار بي سي القديمه للار بي سي الجديده عشان تواكب الانتنسيتي العاليه اللي احنا بنتكلم عليها. فالامبروفد ار بي سي اوريدي اتركب منهم اتنين في تجربه السي ام اس في الرينج الصغيره جدا اللي هي قريبه من البي ام بايب. ده طبعا بعد اختبارات كبيره تقريبا 5 سنين من ار ان دي في المعمل. الار بي سي دي الالكترونكس اتركبت، والتو سيت اوف ار بي سي اوريدي اتركبوا في التجربه من تحت وبيشاركوا في الرن، وبتاخد نتائج منهم ونشوف الار بي سي بعد كده دي هيتصنع منها عدد كبير يقدر يكمل الرينج كلها ان شاء الله. لو في حد عنده سؤال تاني؟ أي سؤال تاني؟ طبعاً أنا هو ده دكتور بجد حقيقي الدكتور ريحان على المجهود اللي عملته عشان تقدر تعملها فيرتشوال فيزيت لسان. حقيقي بنشكرها، بنشكر الدكتور محمد برضه على المجهود اللي بذله، وإن شاء الله عاوزين نعمل زيارات كتيرة. والدكتورة ريهام يعني مش أول مجهود ليها، برضه كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق كان برضه زار السيرم، وهم كانوا برضه مصاحبين ليه وعملوا أكشوال فيلنج مش فيرتشوال بالظبط. وبنشكر من هنا تهاني طبعا وزياد لأنهم قعدوا التكنيكال سبورت للقاء بتاع النهارده، وبنشكر كل الأساتذة اللي حضروا يعني حقيقي فرد فرد يعني ناس جت مخصوص يعني. شكرا لهم طبعا. وبشر الطلبة ونتمنى تكون فيها استفادة، واستفدتوا حقيقي يعني من الزيارة دي، وكنت في ناس بتدفع آلافات عشان تقدر تروح المكان ده. بشكركم جميعا، وأستاذنا الدكتور محمد النادي عاوز بس إيه 5 دقايق بس هيديك كومنت على الزيارة. أوكي. شكرا لكم. احنا نفضل يا دكتور مجدي ولا احنا خلاص؟ معانا دكتور ريهام بس ماشي. لو الدكتور اوكي اوكي احنا معاكم احنا معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا ما ننساش ان احنا لينا دور مصريين ليهم دور، مش بس مع تلامذتنا زي الدكتور ريهام، لينا دور في الهاي انرجي فيزكس في مصر. يعني كان عندنا مصر هاي انرجي فيزكس، انا كنت حاطط الوقت ده في معمل ضوء وخدت اشتراك نفس المجال مع استاذنا الدكتور محمد محمود النادي والدكتور محمد عمر الشوكري ومن فوق، وكان لينا بحث في ديسكفري يعني في الشيخ جسيم صغير هو من الاحتياج الهيدز بوزن دوت. والبحث ده نشر في مجله مرموقه علميه في اسمها بلو بيتر، وكان البحث دوت حاولنا ان احنا ايامها نسمي البحث دوت جسيم جديد كايونيوم زي الالكترون والبروتون، الا ان ايه واجازه احد المحكمين دي بوير من هولندا، الا ان المجله طبعا زي هتسمي بحث باسم مصر
فقال له لا احنا عشان تفلتر البحث لازم تسميه ايه؟ يبقى من عائله الايه؟ الاكسيوم. فوافقنا ولا مش تمام ازاي مصر تطلع وسين جديد وسموه ايه؟ الكايرون. فمثل البحث هو سميناه الاكسيوم هو من عائله الهيكس بوزون. هو الهيكس بوزون دوت ايه؟ الفيلد الكبير جدا اللي هو بيحكي ايه نشأة الكون بعد انفجار البحر. البحث دوت انا كنت يعني احد اللي كنت وقتها واحد الدكتوراه واحد اللي المرشحين ان احنا نروح تجربه في تجربه مهمه جدا في الايه؟ في الاكسيوم دي او الهيكس بوزون ده وزن تعادل عملاق كبير كان اكتشفوا من خلال نظريه جديده عالم بريفانس وبيتر هيكس سنه 1963 او 64. بيتر هيكس في النموذج المعياري دوت كان ايه؟ افترض وجود هذا الجسيم الكبير دوت وتحقق من خلال ايه؟ الكتله بتاعته ان هو حوالي ايه؟ 120 الى 150 1000 مليون الكترون فولت يعني. وبعدين ايه احنا كان احد العلماء اللي هو معلش انا بتذكر الاسماء بسرعه كده عشان ايه عشان كان احد العلماء طالب دكتوراه هندي اسمه انا كان بيشتغل تجربه مع نسيت اعرف مبارك كتاب بيركن دوت اهم كتاب في الهاي انرجي بيزنس اللي هو حط لي كل الفيتامينات العمليه اللي موجوده صورها في الكتاب. يعني نادرا ما تلاقي في كل دوله نسخه من الكتاب دوت. كان عندنا نسخه في جامعه القاهره من الكتاب دوت. انا ده كان تجربه ديتكتورز في بروك هيفن في الولايات المتحده الامريكيه واكتشف وجود بعض الايه في الخمسينيات اكتشف وجود بعض الايه الالكترون بوس كومبير. حكيت الالكترون بوس كومبير ليها مصدر كان موجود في ذاك الوقت اللي هو ايه؟ اللي هو الجرامة تدي ايه؟ تدي الكترون بوست كومبير. فكان الجرامة دي جاية من باي نوت. فأنا اكتشف إن في عدد كبير جدا باي نوت دي عندنا ثلاثة باينس موجودين باي نوت وباي ماينس وباي تو مين وباي بلس. فالثلاثة دي بقى في الأول فاكتشف وجود ايه عدد كبير جدا من ايه؟ الالكترون بوست كومبير ما يكونش مصدرها الباينوت دوت. وبالتالي احنا كنا بصدد ان احنا نعيد التجربه دي. وهو اشار في التجربه بتاعته ان ايه في انهانسمنت او في زياده من ايه الالكترون بوست كومبير من مصدر اخر غير الباينوت. فكنا بصدد ان احنا نروح في الايه سنه 1993 انا والدكتور عمر نعيد التجربه نجيبوا الايه الديتكتور دوت في في نيويورك ونعيد التجربه هي من الدكتور عمر وارحمه توفى في ايه في ذاك الوقت. وبالتالي الفول رايت وبتاع لكن ايه طلعت الفكره. انا قصدي اقول ان احنا فعلا كان لينا دور كبير جدا قبل ايه قبل في تجارب بسيطه جدا. احنا عارفين اللي ايه السي ام اس وال دي حقيقه مور ذان 5 مليون 5 بلايين دولار. احنا التجربه بتاعتنا ما اتكلمتش 500 جنيه ولا 1000 جنيه واكتشفنا فيها جنسين جديد كنا نطلب ان احنا نسميه ده كان يوم تبقى ايه براحه التوقيت للايه؟ للانعام. ايوه شكرا دكتور مجدي كده بيستمتع بالتالي بيكون مجدي عبد الجليل بيكون مجدي عبد الجليل بقصد السلام عليكم. هي المعمل ده كله مبني لدراسه اللي هي نظريه الانفجار العظيم اللي حصلت وكانت ادت الى نشاه الكون. خلال زلزله الطوفان من 14 قرن فات نظريه الانفجار العظيم ذكرت في القران بالنص ان الارض والسماء كانتا رقا فخلقناهما. فالكلام ده ذكر في القران من 14 طبعا محدش بيتكلم على الكلام ده. لكن انا بقول نظريه البيج بانج هذه النظريه ذكرت في القران في النص من قبل ما يتكلم حتى العلماء او من قبل ما يتكلم.
شكرا يا دكتور. ودكتور توصيه من الدكتور مدحت رئيس قسم الفيديا بيقول لك يعني خدي بقى شويه طلبه معاكي حاضرين اوكي؟ حاضر يا دكتور. اشكر حضراتكم. شكرا لكل اساتذتي اللي حضروا وشكرا لحضرتك وشكرا طبعا لينا بس بقى. I would like to thank زورتنا عند نعومي behind the camera for their help and support. Thanks to you and bye bye. Bye.